يعني تكون فيها نوع من تسجيل الأهداف في بداية الشوط الأول من هذا اللقاء. يمشي على طول تاني نادي الترجي في نص ملعب الترجي، كرة طويلة خطيرة خطيرة جدا، الانطلاقة والعرضية، هوبا تسديدة التصويبة، الهدف الأول، الهدف الأول للترجي، يسجل الترجي أول هدف في المباراة، هدف مبكر جدا جدا بالنسبة للترجي. بقول لك الكل عنده فرصة، وأدي الهدف الأول الجميل بالنسبة لنادي الترجي، كرة جميلة انطلاقة جميلة، وأول هدف اللقاء عن طريق جزائر الخطير يوسف بليلي، اللاعب يوسف بليلي اللي بقول لك بيأمله أمل كبير يتقدم نادي الترجي. شوف الخطأ الكبير في الباك ليفت هنا عن طريق المدافع كريم الدين، ضربه على طول، وشوف الكرة جميلة يا ولد، شوف رفع الكرة، خرج المجموعة دي كلها من اللعب، خمس لعيبة بالنسبة لدفاع فريق نادي الاتحاد، والتمركز دفاعي خاطئ جدا، وأول أهداف اللقاء يسجلها على طول العائد يوسف البلايلي، يسجلها النجم الجزائري لصالح نادي الترجي الرياضي التونسي. هدف أول جميل. لما أشوف هنا شوف الخبرة بتاعت سامح الدربالي، الله عليك سامح الدربالي، الله عليك سامح الدربالي، يعمل كرة جميلة جميلة، خبرة كبيرة. بص الدربالي طلع كل اللعيبة من اللعب لما لعب الكرة لتحت، لعيب عنده خبرات كبيرة جدا اللي بتشارك في هذه البطولة على المستوى الفني قبل المستوى المادي. يمشي على طول الكرة تاني للاتحاد السكندري الجميل، ممتاز الاتحاد، هوبا خطيرة خطيرة جدا، محاولة تعادل، يا ولد يا ولد يا ولد، جول التعادل، خالد قمر يتعادل الاتحاد، يتعادل الاتحاد 1-1، إلى مباراة كبيرة، لا 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 لا، مباراة كبيرة مباراة كبيرة مباراة كبيرة، يتعادل خالد قمر، يا ولد يا ولد يا ولد، ويتعادل سيد البلد الآن زعيم الثغر، يتعادل في مرمى نادي الترجي في أحلى توقيت من عمر المباراة. إذن 10 دقائق الأولى يتقدم فيهم الترجي، شوف الخطأ، شوف الأخطاء في الدفاع بالنسبة للترجي، لحظة لصالح نادي الاتحاد السكندري، سيد البلد وزعيم الثغر والنادي التاريخي، النادي الكبير صاحب ال 104 سنة، أسماء كبيرة جدا مرت على تاريخ الاتحاد، أسماء كبيرة مرت على التاريخ الاتحادي، ويتعادل الآن النجم الكبير خالد قمر، ارتدى قميص نادي الزمالك في السابق، واللاعب عاشور الأدم ارتدى قميص نادي الزمالك في السابق، إنما الاتحاد يكتب على سطر جديد هنا في رادس، يعني يكتب على سطر جديد في رادس عن طريق خالد قمر، وهدف في مرمى المعز بن شريفية. يا ولد نور السيد بخبرة كبيرة، تمشي الكرة تاني على طول عن طريق جبل يمنى، تاني تحول للأمامية خطيرة، هوبا تاني اتحاد يا ولد، جول 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 جول، يا ولد يا ولد يا ولد، أنديل أنديل يا أنديل يا أنديل، محمد محمود أنديل جده، محمد محمود أنديل جده، يسجل هدف تاني جميل 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 لنادي الاتحاد. الاتحاد أكثر المتفائلين كانوا يتمنوا هذا السيناريو، يسجل هدف تاني ويبتدي يجيب صداع لخالد بن يحيى، هدف تاني الاتحاد. بص شوف سيد البلد، بص شوف الرأسية، الله 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 على الاتحاد وجماله، الله على الاتحاد وجماله، يا سلام على الرأس اللي على رمان بيلي، شوف توجيه الكرة جميلة، محمود أنديل صعبة 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 على حارس المرمى المعز بن شريفية. إذا نادي الاتحاد يأتي هنا في رادس، يأتي في رادس، يأتي في أمسية كروية مصرية تونسية جميلة بهدف، يضغط على طول الدفاع خطير، لفة الوسط في منتهى، ولد يا لعيبة مهاري يا كبير خطير، التاني جول، جول تاني للترجي في أول 6 دقائق، يسجل الترجي، يا الله على المباراة والروعة الروعة الروعة، يسجل على طول فرانكوم، فرانكوم يقول ستوب، يسجل الترجي تاني هدف، يسجل نادي الترجي تاني هدفه عن طريق فرانكوم بعد 7 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، وتبديلات خالد بن يحيى، التبديلات الهجومية والأوراق الترجوية. إذن الكشخة يعود بالتعادل إيجابي 2-2. شوف المتابعة، شوف لفة الكرة دي، هذه الجول، هي اللمسة دي الجول، اللمسة دي الجول، العرضية يا سلام، والتسديد، ثم فرانكوم ببطن القدم، ببطن القدم الأيمن، يتعادل لصالح الترجوية، يتعادل لصالح نادي الترجي. إذن 2-2 الآن، 2-2 الآن، ربع الساعة الأولى مهمة في مشوار الاتحاد في هذه البطولة، والربع الساعة الأولى مهمة للترجي أيضا في مشوار هذه البطولة. شوف لف بيهم إزاي يا ولد العيب، شوف لف إزاي بلاعيبة الاتحاد يا ولد العيب، جميلة، مهارات قدرات، نادي الترجي على مستوى الأفراد عملاق في القارة الإفريقية،